بقينا في كتير يا زمان راح فين الخير فالشر بقينا في كتير جايين نحكي لحد وتع بنطيب وشرير بنطيب وشرير بداية حكايتنا يا عالة واحد طيب محترم على عمل الخير بيسارع وده وسط الناس والشارع طيب كده ما هو زي الورد والأخلى دايما فيه خايف دايما على الأرض والناس دايما بتحبه كله واقف كده جنبه لو مرة وقف ديها الناس على طول بتسنده الناس على طول بتسنده في الواجب ما يقصرش الكلمة ما تتكررش يسمع من الأكبر منه ده الشبري بيجري بدمه ومحدش خالص همه ومحدش خالص همه في خون وخيانته بتوجع بين الصحاب بيوقع ويفرق الحبايب زي العقربة وبينسى زي العقربة وبينسى الناس تشتكي كده منه كره ومحدش همه مش مقبول كده من الناس علشان شرير وأنا الشارع اسمع ده الفن البارع اسمع ده الفن البارع وعملنا كتير حركات من علم المهرجانات دقينا دقتنا الاولى ونجحنا كمان بسهولة تلكين مالناش في السكة طالعين من حتة لحتة لكن جرب تنافسنا راح تركن كده عالدكة راح تركن كده عالدكة عالدكة الشعبية ودي فرقة مية مية عالدكة الشعبية ودي فرقة مية مية ومعانا ضرب ونجية ومعانا ضرب ونجية هنقول على بودي هنقول على فرخة على عبد النمسا يوسف كاريوكي وديني الصحبة بيا رجالة وفرقاوية هنقول على سامو هنقول على أوسكار هنقول يا شيكا محمود يا حسيني على الطرب ميكسا محمود يا رشاد وسعيد برشامة وشريف يا غزالة ورقة Here.